لنتابع معا احداث الشوط الثاني من المباراه. باريس سان جيرمان يجب ان لا يندفع خوفا من الخساره، بكل تاكيد مطلوب منها التقدم، الاندفاع بالهجوم، ولكن ايضا لابد من ان يكون هذا الشيء بحساب. يندفع بهالاند والهدف ياتي. الكرة توضع في أفضل مكان. عندما نقول هداف بالفطرة، روعة أقدامه وجمال كراته، هدف جميل جدا. نواصل المباراة وأصبحت النتيجة متعادلة. مباراة كبيرة بين الفريقين الأقوى، نتيجة متعادلة والأداء فيه ندية كبيرة بين اللاعبين كريستيانو رونالدو. يا له من تصدي من حارس المرمى، تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى، ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. يلعب كرة، كرة راسية حطها في شباك، يا الله. رغم الرقابة كان ينجح في التسجيل بكل هدوء، لا يمكن إيقافه بسهولة. لعبة رائعة منه، يعرف كيف يتخلص من الرقابة، يعرف كيف يتعامل مع الضغط. هذه سمات اللاعبين الكبار. After 50 minutes is number 22 Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. متفوقون بفارق هدف وحيد في المكان الصحيح. توقع ممتاز هنا. دي بروين يلعب كرة بينية. كازيميرو، وصلت كريستيانو رونالدو. الله تألق لحارس رائع، إنقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. بونوتشي، ساكا، رونالدو يلعبها على اليمين، ساكا وستكون هنا رمية تماس. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. The attendance for this match was 70,987. بالطريقة التي يلعبها الفريق حتى الآن لم يتمكن من العودة في النتيجة. عليه أن يفعل شيء، أن يغير من نهجه، أن يغير من أسلوبه. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. يستعيد الكرة بشكل سريع، فرصة كبيرة لكنها ضاعت بسبب هذه الأخطاء في التمرير. فابينهو، ليونيل ميسي، والآن فرصة للتحول الهجوم في الوقت المناسب يتدخل. مرت الكرة بشكل جميل. كريستيانو رونالدو، إنقاذ مذهل. ميسي، الكرة بشكل رائع في اللقطة الماضية. ينجحون في التقدم بالنتيجة بفارق هدف وحيد.
الكرة بشكل جميل، يبحث عن المهاجم، كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. كرة جميلة، فرص نيمار، كادت العقوبة أن تكون سريعة هنا. الفوز اقترب، عليهم التمسك بالنتيجة في الدقائق المتبقية. باريلا يصوب كرة، باريس سان جيرمان عليهم استغلال هذه الفرصة. محمد صلاح، ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة، يا له من تصدي من حارس المرمى. باريلا، نعم نعم، حاول ان يسجل لكن واجه حارس غير عادي، تمكن من صدها من ردة فعل غير عادية. عرضية غير متقنة.